معانا السيدة أم حبيبة. أستاذة أم حبيبة، أستاذة أم ألو، حبيبة، أنت السلام معايا؟ عليكم. ألو السلام عليكم، ألو اتفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة أم حبيبة، تسمحي لي بس إن أنت توطي التلفزيون شوية وتسمعيني من التليفون؟ ماشي، بص. طب بقول لك، عايزة أسأل حضرتك يا شيخ سؤالين. اتفضلي. بعدت خالص عن صوت التلفزيون خالص. طيب يلا. أنا مش قصدي إن بقول التلفزيون، لحضرتك، أنا مش عايزة قصدي أسأل حضرتك التلفزيون سؤالين. وحش، بس عشان الصوت ما يبقاش فيه تأخير بس. ماشي حضرتك. اتفضلي. بقول لحضرتك، أنا والدتي عندها حوالي 55 سنة، فالدتي طبعا من العادة الشهرية ما بتجيلهاش، طيب. فمن طول رمضان ينزل عليها نزيف، يعني من أول رمضان لحد آخر رمضان كان بينزل عليها كل يوم نزيف. طيب. هل كده هي تصوم الأيام دي تاني، ولا كده الأيام دي محسوبة لها؟ هي دلوقتي خلاص انقطعت الدورة من مثلا من 5 سنين ولا من 7 سنين ولا من امتى؟ ايوه، من فترة، يعني من حوالي 7 سنين حضرتك. كويس، يبقى خلاص انقطعت الدورة من 7 سنين، فخلاص هي خلاص هي أيسة، أيسة خلاص، ما فيش عندها خلاص دور. فاللي نزل عليها فبالها بقى من اول رمضان اسمعيني حضرتك اسمعيني، نزيف، طيب انا طالت عندي رمضان عادي. طيب ان الدم اللي نزل لها لا ليه علاقه لا بالحيض ولا ريحته ولا لون ولا اي حاجه، صح لا، كده؟ كان لكن دم نزيف، نزيف. نزيف دوت اسمه بقى، ده اسمه دم المرض، مش دم الايه، مش دم السلامه. الحيض ده دم السلامه، يعني الحيض ده ما بيعتبرش مرض. اللي نزل ده مرض يتعالج ان شاء الله، ومع العلاج كمان هي تتوضأ. يعني هو هل كده شهر اسمعي، رمضان جاز لها ولا تعيده تاني؟ رمضان جاز لها والصلاة صحيحة، وما تعيدش لا رمضان ولا وفي الصلاة. حضرتك، خلاص ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، مع حضرتك، السؤال الثاني بقى إيه؟ ما قلت لك الصيام اللي صامته والصلاة اللي صليتها دي صحيحة، بس هي السؤال كانت، الثاني حضرتك، انا طب كنت اسمعيني بس مسافرة يا مع حاجة، واحدة. اتفضل. بس هي محتاجة إن هي إيه؟ لو استمر، إذا استمر ده تعمل إيه؟ تتطهر، تتطهر يعني تطهر الموضة وتتوضأ لكل صلاة. خلاص؟